من ناحية أخرى نختار هون هم اللي نشكر للدولة الشقيقة الصين على هذا العون الأخير اللي رأينا، عون اللي فيها شم المواد اللي حماية وفيها قدر من مواد الفحص، لأن نختار نأكد هون عدوك مواد الفحص أنهم عدو عاد وما مصالحين بهم اللي ما كان فيهم ما كانوا محافظ عليهم بالحرارة اللي الله يغير بعد ديك المواد الأخرى للحماية عنها اليوم فات وقسمت على المستشفيات وعلى المقاطعات، إياك توفر لعمال الصحة الحماية اللي الله لعله يعود باتصال مع مريض في هذا المرض.